على بركة الله متابعي قناة الشوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وهذه الدردشة الليلية وبلقاء القناة شوف تي في. فالتحية لكم من هذا المنبر، نتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية للجميع. برامج ليلية أو دردشة ليلية أو سؤال للنقاش أصدقاء القناة، ما يهم الشأن المحلي المغربي متابعي قناة شوف تي في. الرياضة ببلادنا، الشأن الرياضي، الحقل الرياضي، الممارسة الرياضية، كلها مصطلحات كتهم واحد الفئة معينة واللي هي فئة أو شريحة كبيرة أصدقاء القناة قناة شوف تي في، هما الناس اللي كيهتموا بالرياضة وبالشأن المحلي. نخصو ديك الفرق المحلية أو نخصو ديك الفرق اللي كتنشط في بطولة الهواة أو القسم الوطني الثاني، اللي ما عندهاش دعم مادي وما عندهاش دعم يمكن له أنه يخليها توصل لمراكز متقدمة، مع العلم أننا كنشوفوا مجهودات كبيرة كتبذل متابعي قناة شوف تي في، كمثال قرسيف وكمثال تازة، مدن اللي كتعرف واحد انتفاضة في مجال الرياضة. إذا شفنا كرة القدم، شفنا فريق اللي هو القدس الرياضي التازي حقق الصعود القسم الوطني الثاني هوات. إذا شفنا الجمعية الرياضية التازية، بعد 64 فريق خسرت في المباراة النهائية مع أكنول. شفنا كرة اليد بتازة البقاء في القسم الوطني الممتاز متابعي قناة شوف تي في. ولا شفنا الكرة الطائرة صعود القسم الوطني الأول والحمد لله. إلا شفنا كرة السلة، نتائج مشرفة لفريق الأستي لكرة السلة والصعود القسم الوطني الأول. شفنا كرة السلة إناث، مرتبة متميزة للياسمين والصعود إلى القسم ديال الصف ومتابعي قناة تشوسي. كلها فرق حققت المبتغى ديالها وحققت اهداف مسطره، لاعبين بذلوا المجهود ديالهم ولاعبين اعطاو كل ما لهم من مؤهلات خلاتهم انهم يحققوا نتائج متقدمه. لكن السؤال المطروح، هاد اللاعبين كيف كيدوزوا السنه؟ والسؤال المطروح، هاد اللاعبين كيف كيدوزوا الموسم الكروي متابعي قناه شوف تي في؟ كيف كيدوزوا الموسم الكروي؟ مجموعة من المشاكل كيتخبطوا فيها، مجموعة من المشاكل كيعانيوا منها. هنا السؤال المطروح، واش المسؤول ديال المجموعة من الأقاليم تازا كنموذج كيعرف بأن راه عنده فرق رياضية في المدن ديالو؟ واش السؤال المطروح، واش الفرق الرياضية ميمكنش أن المسؤولين يعاونوها باش تحسن المستوى المادي ديالها؟ كنشوفوا فرق في البطوله الوطنيه، رجاء بيضاوي، وداد الرياضي بيضاوي، مجموعه من الفرق تحقق المبتغى لهدف واحد بسبب واحد هو توفر الماده، لكن في الاقاليم ديالنا ما كاينش داك الاهتمام بالشق الرياضي اطلاقا. من تما كتلقى فريق كيسعى
باش انه يلعب بطولة، باش يلعب انه مباراة رسمية. كتلقى فريق انه كيمشي يدق البيبان وكيطلب الفلوس باش انه يمكن له يكمل فلوس ترونسبور والغازوال والماكلة للاعبين، مع العلم انه كيمشي يلعب برجات وبطولة وطنية اللي هي رسمية تدخل ضمن المنافسات والتظاهرات الوطنية. فغريب، غريب ما يحدث في مجموعة من الأقاليم كإقليم تازة. غريب أننا نشوف رياضة انتعشت في السنوات الأخيرة بالمؤهلات البشرية فقط، ولم تنتعش بالتعزيزات المادية أو بالمساهمة المادية للمسؤولين. فالبرامج الانتخابية، واش هاد البرامج الانتخابية اللي كتحطو كاين شي برنامج اللي كيهتم بالشق الرياضي ديال المدينة؟ الكل يتحدث عن تزفيت الطرق، عن الكهرباء، عن الإنارة العمومية، عن التوظيف، عن المسالك، على مجموعة من الأمور، على المرافق العمومية، على بزاف الأمور، لكن ما كيهضرولناش على الرياضة. وهذا السؤال المطروح. هذه الرياضة كتهز شريحة كبيرة الشباب، وهذه الرياضة كتعتق مجموعة من الشباب. فإلا حاولنا أننا نعاون هاد الشباب بتحقيق المبتغى ديالهم فلما لا؟ يعني كما دينا لقاء مع الجمعية الرياضية التازية AST، وهضر معنا كابتن الفريق اللي هو طارق أزداد، قال لك ملي كنمشي نطلب ترونسبور راه من حق المسؤول يعطيني ترونسبور، ما كيمنيش عليا. الترونسبور محقي بالغازوال بكل شيء، لحقاش هذيك ممتلكات الدوله وفلوس الدوله. بعد المرات كنشوفوا لاعبين كيهزوا المسؤوليه اكثر من المدرب ورئيس الفريق متبع القناه. وهنا السؤال المطروح، نتمنوا رساله للمسؤولين انهم يخصوا واحد الدعم مادي للفرق اللي كتحقق نتائج إيجابية ونتائج في البطولة الوطنية. الدعم المادي يخصص فقط الفرق اللي كتحقق نتائج. فسمعنا الاستي ديال الباسكتبول لعبت ب30,000 درهم عام كاملة، حققت الصعود للقسم الوطني الأول. سمعنا القدس الرياضي التازي ديال كرة القدم بفضل المساعدات ديال المجتمع المدني باش حققت الصعود. الجمعية الرياضية التازية ديال كرة اليد تعذبت باش جلست باش حققت البقاء، مع العلم ان الجمعية الرياضية التازية عندها لاعبين محترفين وكيخصهم لي سالير ديالهم ولي بريم. هنا السؤال المطروح، آملين من الله ان المسؤولين يعطيو واحد الالتفاتة لهاد القطاع الحيوي الا وهو قطاع الرياضة. حتى الشبيبة والرياضة أو الوزارة الوصية بهذه المدينة ما كتعطيش اهتمام للرياضة أنها الدافع الملف ديال الرياضي أو الدافع الملف ديال الفريق، أو أنها تهز الملف ديال الدعم وتحطه في مكتب المجالس المعنية أو المجالس المختصة. يعني كنشوف الرياضة بالأقاليم الصغيرة كتازة كنموذج ما معطيلهاش واحد الاهتمام، مع العلم ان تحقيق النتائج كيتحط على طاولة المسؤولين في نهاية الموسم. رحنا حققنا الصعود، رحنا حققنا الصعود في الباسكت، حققنا الصعود في كرة القدم، حققنا الصعود في كرة الطائرة، لست انت من حقق الصعود يا مسؤول، بل الفريق انه تقاتل وقلب على الموارد المالية اللي انت حرمتيه منه وتعطلتي عليه في المنح وحقق به الصعود. هذه هي الرسالة ديالنا للمسؤولين متابعي قناة شوتيف. فنتمنوا آمنين من الله أنه يترفع أول البلاء والوباء ويرجعوا حتى الجمهور للميادين. فبالجمهور يمكن أن الفريق يدير التيكيت ديال الدخول ويحقق به واحد المساعدة. فما عرفناش بعد الفرق بتازة حققت الصعود وما تلقاش حتى تهنئة من مسؤولين، حتى تهنئة من رؤساء مجالس، حتى تهنئة من رؤساء مصالح. فنتمنى وآملين من الله أن الرسالة ديالنا تكون وصلت
ونتمناو املين من الله اننا نعتذر. اننا نكون قدمنا رساله مفادها ان المسؤولين بالمدن والاقاليم الصغيره انهم يهتموا بالشق الرياضي وانهم يقدموا مساعده للفرق اللي تستحق المساعده متسبقا. فنتمنى دائما اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكه المغربيه متسبقا. نشكركم على التواصل ديالكم معنا في هذا البث المباشر. ليله سعيده، الى اللقاء، ولا تنسوا التدابير الاحترازيه، الكمامات، مسافه الامان، التباعد الجسدي والاجتماعي، التعقيم والوقايه، فالوقايه خير من العلاج. ليله سعيده، الى اللقاء.